موضوعنا الأساسي راح يكون عن الثروة الحيوانية بحكم تخصص ضيفنا، أحوالها بالبلد، احتياجاتها، وهل هي تؤدي المطلوب منها ولا ما تؤدي، هل الحيازات حتى اللي حاصل عليها أو حاصلين عليها أصحاب تحت مسمى أصحاب الثروات الحيوانية قاعد يستخدمونها ويستغلونها استغلال كما هو مخطط له من الدولة، كما هو مطلوب منهم، كذلك مشاكلها وغيرها من الأمور اللي حولها راح نتطرق لها. أيضا عندنا موضوع كذلك راح نناقش فيه وهو سكن العزاب. في بعض المناطق عندنا تعاني من سكن العزاب، وإحنا لما نتكلم سكن العزاب العزوبية ما هي جريمة، ولكن نقصد في هذا المصطلح سكن العزاب هو السكن اللي لا يخضع خلينا نقول لعوامل الأمن والنظام، وبالتالي يكثر في الفوضى والوضع الذي قد يؤدي إلى ما هو يعني لا أمور لا تحمد عقباها مثل ما يقولون. عندنا كذا منطقة في الكويت تعاني من هذا الأمر، ويعانون أهلها وأصحابها والعوائل اللي فيها من فوضى العزاب، وبالتالي راح نأتي على أسباب هذا الأمر أيضا وطرق حله وما الدوافع التي وصلت الحال إلى ما هو عليه اليوم. لكن موضوعنا اللي أبي أبدأ فيه الحلقة اليوم هو صورة مرت على كل كويتي، قد يكون استغرب منها البعض، قد يكون فرح منها البعض، ولكن هي صورة يعني قد تكون نادرة الحدوث أو منظر غريب بالنسبة لي أنا شخصيا، وهو اجتماع رجال الفقه ورجال الشريعة مع وزير الدفاع لمناقشة قرار من وزير الدفاع، هل يصدر هذا القرار ولا ما يصدر وفقا لرأي رجال الفقه هؤلاء. راح ناخذ الموضوع والناقشة يعني إذا في مؤيد ومعارض، إذا في أحد عنده وجهة نظر ثانية نطرحها للنقاش إن شاء الله. خلوني بداية أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ مطر البغيلي، وهو زميل للبرنامج، عضو اتحاد الثروة أو مربي الثروة الحيوانية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هو اتحاد مربي ولا اتحاد الثروة الحيوانية؟ اتحاد مربي الثروة الحيوانية. يعني خاص في المربين، همومهم وأمورهم وهذا. انزين. كذلك امسي على سعد الشمري، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير علي. انا دشيت ما ادري شلون يوم جارك انا بعد. اي تشرف انا حبيبي. امسي على الزملاء وعلى ضيفنا الكريم وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله يعني حلقه اليوم تحوز على ارضاهم ان شاء الله باذن الله. استاذ ناصر الهيفي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، واهلا وسهلا. وانا بعد امسي على ضيفنا الكريم اللي تربطني فيه وفي أعضاء مجلس الإدارة، يعني روابط يعني زينة والله الحمد. نمسي على رئيس الاتحاد الأستاذ محمد البغيلي، ونمسي على أيضا جمهورنا الكريم ومستمعينا. رئيس الاتحاد الأستاذ محمد البغيلي؟ نعم. العائلة مسيطرة على الاتحاد؟ ما كل اثنين، أنا ويا أبو صالح. ما شاء الله. سؤال ما شاء الله. هو نفس السؤال. الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. كذلك عبد الله السلمان، مساك الله بالخير. حييت أبو حسين. النجري عبد الله السلمان، كلنا مناجرنا. لا تعليق. أمس شفت مقطع أجيلك عليه بعد شوي، أنت كنت فيه وأثرت موضوع. حمد الله العازمي. إي. عموما أعزائنا المشاهدين، لمشاركاتكم أي استفسار أي مداخلة أي رأي، رقم التليفون ظاهر على الشاشة، هذا للواتساب، مداخلات عبر الواتساب فقط، كتابة لو سمحتوا مش اتصالات. موضوع الصورة، يعني كثر الكلام والحديث حول دخول المرأة إلى السلك العسكري، وحصل استجواب قدم من النائب حمدان العازمي حول هذا الموضوع، يعني بين مؤيد وبين معارض، إلى أن وصل الحال إلى أن شفنا اليوم وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع مجموعة من موظفي الأوقاف أو رجال الفقه، ما أدري بعضهم منتمي للأوقاف وبعضهم لا، ما أدري بأي صفة، ولكن بشكل عام اجتمع معاهم ليأخذ الفتوى من هذا العمل. أنا بداية يعني أنا ماني رجل دين،
ولكن أنا أعرف أن أنا في دولة مدنية، والدولة المدنية لا يعني أنها هي تخالف الدين، ولكن موضوع أن عمل المرأة في السلك العسكري مثل ما قال وزير الدفاع أنها هي ما راح تمسك سلاح وتحارب، إذا كان حرام فينطبق عليه أعتقد كل الوزارات اللي قاعد تشتغل فيها الحريم حرام، وخلي يأخذون عليها يعني الفتوى هذه. شنو سبب هذه الاجتماعات؟ ماني فاهم، وهل هي قانونية ودستورية، وهل هو نهج جديد للحكومة مثلا؟ يعني حتى البعض أطلق بعض الشعارات، وأن هناك صدرت ما أدري إذا كانت إشاعات ولا شنو، أن هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أدري شنو الموضوع بالضبط. بنسولف فيه شوية ونسمع آراء زملائنا، بس أنا كالعادة يعني مثل الأسبوع اللي طاف كسرت بسعد، اليوم بكسر بعبد الله، ببلش منه لأنه هو ينطر آخر واحد، اليوم ببدأ فيك. حياك الله يا أبو حسين. الله يحييك. مر عليك الخبر؟ طبعا الصورة اللي تكلم عنها أنت. أي. والحقيقة طبعا وزير الدفاع يعني من حقه أنه يعني يطلب فتوى في هذا الموضوع، رغم أنه يعني بالجلسة يوم قدم استجواب حمد الله العازمي قال أنا مستعد. أي. عرفت؟ أنا الحقيقة طالعت عن موضوع السلك العسكري للمرأة وكذا، فشفت في 2018 كان في النائب محمد هايف سؤال برلماني الوزير العدل، كان يومها محمد العفاسي، فكان أحد أعضاء دار الإفتاء اللي هو أحمد الحج الكردي قال إنه هو يجوز، بس إنه حجاب وكذلك يعني عدم الاختلاط والأمور الإدارية. وبنفس الوقت كان في فتوى للدكتور خالد المذكور قال لا اختياري ولا تطوعي، رفض الموضوع هذا. بس المستغرب أبو حسين إنه يعني وزارة الداخلية وصلوا لرتبة مقدمة الحين النساء، غريبة يعني، هذا سلك عسكري وهذا سلك عسكري، أنا ما يعني ليش الحين التحرك هذا، يعني الشوشرة هذه أو اللي صار، يعني ماني عارف شنو ردود، ليش طلعت المسألة هذه، ليش عدم الرضا أو إنه يعني الاحتجاج او ان الصوب، يعني تحس ان في اطراف ودها ان تشغل الساحه السياسيه في مواضيع جانبيه. هو على فكره الاستجواب هو محور من المحاور، صح؟ يعني خمس محاور عندك، محور هذا من المحاور، وبالتالي يعني تحس ان في ناس قاعد تلعب سياسه، علما ان هذا يعني يعتقد البعض انه هو اقل المحاور اهميه، ولكن اكثرهم تسويقا للانتخابات وبهرجه بالضبط. اعلاميه، لذلك يتم التركيز عليه اليوم. هو من حقه طبعا وزير الدفاع انه يطلب، يعني اليوم طلب انه هو طلب يعني مثل ما تقول استيضاح، وهذا العمليه هذه يدل يعني انه علشان يكسب وقت، لانه هو المفروض الاستجواب على جدول اعمال يوم الثلاث، وبالتالي هذا الاستيضاح من شانه انه ممكن ياجل الاستجواب، مو هو اللي صعد وقال انا جاهز وما ادري شلون. قاعد اقول لك انا حقيقه في الشغله، أنا شخصياً يعني حاولت إني أعرف الشغلة بالضبط، مو قادر أوصل لها، شنو اللي قاعد يصير؟ استجواب مفروض إنه أصلاً وزير الدفاع قال أنا بصعد المنصة، وبالتالي مفروض إنه يفند، وخاصة إنه الكل عارف إن الحين الغلبة للحكومة ويعني الأعضاء اللي تبع الحكومة، وبالتالي الاستجواب أعتقد راح يمر مرور الكرام، يعني ما يكون لذا يعني هذا يعني هذا المتوقع. فسالفة الاستيضاح هذه النقطة الثانية، سالفة الفتوى يعني من 2018 ترى على فكرة النائب مثل ما قلت قبل شوي دكتور محمد هايف أو النائب محمد هايف أتت يعني في فتوى بالموضوع هذا خالصين يعني. اما انت قلت قبل شوي نقطه مهمه اللي قلت ان هل هم تابعين لدار الافتاء المشايخ الموجودين؟ لا، معظمهم مش من دار الافتاء، ما له صفه رسميه، ما لهم صفه رسميه، نعم. وبالتالي طبعا من حق الكل انه يجتمع مع اي شخص يرغب فيه، او فاعتقد ان شوي زياده في يعني تسليط الضوء على هذا الموضوع يعني مبالغ فيه، وكل استجوابات إذا بالطريقة هذه معناتها أن في شغلة يعني خلف الكواليس تدار بعيدة عن موضوع الاستجواب. فأنا أشوف أن الفتوى راح تأتي مثل ما 2018، لأن دار الإفتاء نفسه دار الإفتاء يعني ما تغير شيء، الأعضاء موجودين وكل شيء، راح تجي الفتوى أنه هو مثل ما قالوا أنه والله الحجاب وعدم الاختلاط، وتمر مرور الكرام الامر، ويبقى ان الاستجواب يعني راح يكون يعني قد يعني يصعد المنصه الوزير وينتهي الموضوع. هذا هو باختصار. طيبة. يعني هي مقايضه سياسيه تعتقد؟ انا اعتقد هناك يعني هناك من في من يعني في جذب
بعيد عن الاستجواب على تغطية أمور أخرى، يعني إشغال الساحة السياسية في موضوع الاستجواب في في قصد أمر آخر، يعني الغالبية ما يدرون عن هذا الشيء، يعني مثل ما تقول تغييب الساحة السياسية عن موضوع وتسليط الضوء على الاستجواب بحيث إنه يشغل الساحة السياسية. طيب. يعني هذا هو اللي يا أستاذ ناصر، يعني هل فعلا من حق الوزير اليوم أن يستعين برجال فقه ليس لهم صفة رسمية، وحتى لو لهم صفة رسمية في وزارة الأوقاف هل من حق أن يستعين فيهم أم يجب أن يستعين بلائحته وقوانينه ودستوره ويقوم بعمله بدون الالتفات لهذه الأمور؟ لا، هو ما أثير لما تقول أنت ليش يعني الآن والفتوى وكذا وهل يستعين أو ما يستعين، ما أثير في الاستجواب هو مسألة هل مسألة دخول المرأة شرعية أو غير شرعية، ما يثيره صاحب الاستجواب والندوات اللي صارت بأنه يحاولون أن يؤثرون على الشارع بأن هذه المسألة غير شرعية، وبالتالي أصبحت هناك عواطف، أصبح هناك يعني كلام موجه لعواطف الناس. طبعا أنا بعلق أن الوزير لما وزير الدفاع لما قال أنا مستعد أصعد للمنصة لأن على أساس أن المواضيع موضوعية، ما تم توجيه أو تحريك عواطف الناس باتجاه معين خاطئ. لما صار في تحريك لعواطف الناس صار لا، يجب ان احنا ايضا ننبه الناس على ان هذه المسائل اللي يحاولون انهم يثيرونها بان والله هذا مخالف للشرع، لازم ناخذ راي الشرع فيها. طبعا لا تنسى ان الوزير سابقا اكد على ان ليست هناك مهمات قتاليه وان الاستعانه بالمهندسات والممرضات والطبيبات زين، وهذه طبعا خطوه محموده. يعني انت جيشنا احنا جيش الكويت لما تشوفه في المحيط اللي حواليه ما يساوي حتى 5% من تعداد الآخرين. عشان كذي أنا أقول لو أخذ بهذه الفتوى معناته حرام حتى باقي الممرضات والموظفات والوزارات كلها لازم تدخل فيها. لا، خليني أقول لك شغلة، هي مو ما راح، يعني ما في فتوى عامة بهالطريقة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بالنساء حتى في الحرب، عرفت؟ بس في أمور معينة، في أشياء معينة. أنت اليوم لما 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 يتم الدخول إلى بيتك ما تقوم النساء تحارب؟ طبعا يعني هي هذه مسألة وقتية وظروف محددة وترتيب معين، لكن أنت المرأة لازم تعدها. صحيح. لازم تعدها لمثل هذه الأشياء، ولازم تعد الأبناء والبنات والكل لازم يستعد. احنا مرينا أيضا في ظرف صعب مهما مرت عليه السنين لا يمكن أن ننساه، اللي هو ظرف الغزو. نعم. فبالتالي احنا لما نجي نستعد بهذه الصورة المفروض أن احنا نشد على يد الوزير ما نحاربه، لكن خلينا نقول احنا اليوم احنا في مسائل سياسيه، ممكن مثل ما قال اخوي انه ممكن انه والله اثاره عواطف الناس وبالتالي وضع الاعضاء الاخرين تحت ضغط الشارع وبالتالي ممكن ينجح هذا الاستجواب. فخطوه محموده ايضا للوزير وتحسب للوزير بان اخذ وقته ورجع حتى ياخذ الفتوى، اللي اكيد ان الفتوى في هذا الموضوع راح تجي لصالح ما قام بعمله، عرفت؟ لأن تعتقد انت تعتقد شذي؟ إيه، هو ما في شيء طالما انها في الطبابه وفي ال شو يسمونه في الامور الاداريه وفي الهندسه وفي الامور هذه كلها، عدم حمل السلاح ما فيها شيء هذه المسائل. لكن احنا دائما تطبيقاتنا عكس. يعني انت اليوم مثلا مثل ما قال ايضا اخوي انه اليوم الوزاره الداخليه خطت خطوات في هذا الموضوع، وان كانت انه والله هم يستعينون في البدايه كانوا نستعين فيهم لان وزاره الداخليه في نساء مجرمات، في نساء يحتاجون الى ان يقبض عليهم، في سجل للنساء، في الى اخره. يعني في انت تشوفهم احيانا تفتيش مثلا. ايوه، ما تبي حرمتك مثلا رجال يفتش. بالضبط. فاحنا اليوم يعني خلونا ناخذ، احنا طبعا في التطبيقات لازم تصير في سلبيات، فمهمه عضو مجلس امه انه ينبه للسلبيات هذه ويتم معالجتها، لكن انه ما يجوز انك مثل ما تقول تاخذ المواضيع على علتها. ف تبرير خطوة إنه والله الوزير وقف وقام يراجع الناس هذه خطوة تحسب له، وخطوة لأن الناس اتجهوا أو المستجوبين اتجهوا إلى مخاطبة عواطف الناس، فبالتالي يجب أن يحصن نفسه من هذا الموضوع. ولا تنسى الوزير استعانته بهؤلاء خطوة تحسب له. نعم. لا، هو هذا رأي الشارع، مو شوف لا مو رأي الشارع، ولكن هل الحين احنا هل يجب على الوزير أخذ رأي الشارع؟ مع احترامي الحين احنا ما نبي نروح حق الشارع أصلا، مش انتقاصا من الشارع، أكيد الشارع هو كل حياتنا، ولكن لسبب واضح وسهل، يعني أن الشرع يختلف من تفسير لتفسير، من رجل دين لرجل دين، وبالتالي أي شرع فيهم ناخذ؟
أي فتوى فيهم نأخذ. لذلك نحن دولة مدنية وضعت قوانين ولوائح ودستور نمشي عليه ويلتزم عليه وزير الدفاع، هذه وجهة نظر. وبالتالي وزير الدفاع إذا بيلتفت حق فتاوى يروح يصير وزير الأوقاف. إذا خلني أجيب أيضا من ناحية الدولة المدنية، زين؟ أيضا الدولة المدنية في دول مدنية متقدمة ومتطورة استعانوا بالنساء في الجيوش، بس أيضا ما أعطوهم مهمات قتالية. لا أنا بها قانونية. أنت رجل قانون. في رجل عندنا بالدستور الحين المادة الثانية. الدستور المادة تقريبا الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر من مصادر التشريع. نعم. ممكن هم يحجونك أيضا من هذه الناحية. فبالتالي أنت لما تجي تتكلم اليوم استجواب، شنو معنى الاستجواب؟ معنى الاستجواب أني أنا أقعد كعضو وأقرر هل أنا أطرح الثقة في هذا الوزير أو ما أطرح الثقة في هذا الوزير. فأصبح الوزير مستقبل السياسي معلق على شعره اللي هي قناعة ورأي الشخص اللي هو العضو اللي قاعد في القاعة. يعني ما تعتقد هذه مغازلة للاجتماعية أكثر من ما هي موضوع مستحق؟ يعني ما يخالف، ما احترامي، النائب لو كان ذاهب لموضوع شرعي خلي يستجوب وزير ثاني لأنه يسمح بالنساء غير المحجبات بالدخول. هذا أوضح 100%. ولكن هذا النائب نفسه حمدان العازمي ونحن نناقش آراء سياسية يعني ما علينا من شخصه، في أحد الأيام كان أقصى المعارضين لدخول المرأة للسلك السياسي. ذكرنا في كلام عبد الله. هذا الكلام في 2014 أعتقد اللقاء اللي أنت تكلمت عنه. أي بشكل عام يعني في اللقاء وفي غير اللقاء هو قال كلام. قال كلام. رأيه في هذا الموضوع. ما كان يأيد تماماً يعني حتى يعني انخراطها في العمل. بالعمل بشكل عام. نعم قال إنه طالب باللقاء أصلاً يعني أنا سألته السؤال هذا، طالب إنه تصرف لها راتب وهي يعني قاعدة في البيت. واستشهد باليابان. بالضبط. أيوه وطبعاً استشهاد اليابان هذا أمر غير صحيح. نعم صحيح. إنزين يعني في يوم من الأيام كانوا أيضاً طرح هذا الموضوع كموضوع وكأنه مغازلة سياسية، واليوم يعني يسعون وراء النساء وراء أصواتهم وأصبح الموضوع منسي، بل يستخدمون النساء في لجانهم الانتخابية. هذا موضوع سعد اليوم كذلك نجي عليه إحنا اليوم، موضوع خاص بمؤسسة عسكرية. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل وزارة الأوقاف رأيها يجب أن يفرض على كل الوزارات أو معيارها يجب أن يأخذ وفق واحد من المعايير، ولا الوزارات ليش حطوا لها لوائح وقوانين؟ عيال علي الموضوع جدا حساس، لكن خلنا نتكلم فيه بهدوء ووفق الدستور. الآن نحن دولة مدنية وفق الدستور، وفق الدستور أعتقد رأي استئناس الوزير بالعلماء أو أن ينتظر فتوى هي لكسب المترددين من النواب لكي لا يشعرون بالإحراج مع قواعدهم الانتخابية فقط لا غير. صحيح أنت تقول أنا دولة مدنية، أنا الفتوى في قرار الوزير ليس لها، يعني مع احترامنا للعلماء وإحنا مسلمين كلنا مسلمين، لكن بالدولة المدنية وبالدستور ما راح يعني الفتوى ما راح يكون لها الرأي الملزم الرئيس في هذه الجزئية. لكن هذا لجوء الوزير، أنا أؤيد أستاذ ناصر، أنت اختلفت مع أستاذ ناصر، أنا أؤيد أن هذه خطوة جدا ذكية من الوزير بالاستئناس برأي العلماء الدين، مع أني أنا ضد الاستئناس برأيهم، أما أن تأخذهم في كل المواضيع أو تبعدهم عن كل المواضيع، ولكن طالما أنت أخذت فهي ستكون حجة للوزير على من يستشهد بأن دخول النساء إلى السلك العسكري حرام ومكروه وغير وارد في الإسلام وما ذلك. طالما أنت تتكلم الإسلام أنا أجيب لك اللي المسلم العلماء هم من يردون عليك. هذا واحد. قد يكون المنطق خاطئ علي، ولكن أحيانا ونحن أحيانا نجبر على استخدام مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. بس أنا ما فهمت، أنت تشيد أيضا بخطوة الوزير؟ أشيد بخطوة الوزير كخطوة سياسية للرد على من وجه الاستجواب توجيه أو دخول المرأة توجيه ديني، وهذا نظامك البرلماني. نظامك البرلماني ماشي على كذي. بس في الجزء الثاني من كلامك أنت قلت وكأنك انتقدته. أنا أقول لك شنو قلت إن هذه ممكن تتخذ سابقة يعني شلون بالشرطة ما يخالف وبالجيش ما يخالف، يعني باكر إذا قالوا هذه ما تصير حرام
معناته بالداخليه قاعد يطبقون شيء حرام بالدفاع؟ ما لا لا يملكون اول شيء، لان الماده 29 من الدستور الاستاذ ناصر عندي تساوي بين الرجل والمراه. لا يملك احد يقول لك، وحتى من يملك يقدرون يذهبون للمحكمه الدستوريه ويطعنون على هذا القرار او على الحكم او على القانون الصادر من مجلس الامه. الماده 29 تساوي بين الجميع، بين الرجل والمراه. ثانيا، احنا ليش نكبر الموضوع؟ وليش هل يعني على قولت اخوان المصريين هالزيط هذه كلها؟ ما بالقزو منو؟ ما عندنا شهيدات؟ ما حملوا السلاح؟ طبعا عندنا. ها؟ ما كل كويتي وكل مقيم على هذه الارض يتشرف باسماء الشهيدات الكويتيات. الحين صارت يعني المراه ما يجوز انها تدخل السلك العسكري، ما يجوز تدخل في الشرطه، ما يجوز تدخل في المطافي. الان يعني احنا بالرخاء نقول لهم اقعدوا ببيوتكم واخذوا معاش، ووقت الشده نقول لهم لا اطلعوا وصلوا سلاح وشيلوا سلاح وقاوموا المحتل وقاوموا. هذا مو كلام. إذا أنتم يعني أنا أقول للأخوة النواب، طبعا استجواب حق مطلق للنائب ولأي نائب، ولكن يعني حنانيك يا نائبنا الفاضل حمدان العازمي، الله خوش غنية، يعني لأن الوضع جدا مؤلم. يعني لما تقارن ما بين حدث للمرأة الكويتية في الغزو والآن تحرم، يا أخي اللي تبي تدخل، هو ما حط لك إجباري، اللي تبي تدخل تدخل، اللي ما تبي تقعد ببيتها معززة مكرمة لها كل الاحترام والتقدير. هذا واحد. اثنين، وزير الدفاع ذكر اعتقد استاذ ناصر او يمكن استاذ ناصر ادرى من بلجيكا، يملك ان يؤجل مرة اخرى بشرط موافقة المجلس، يطلب التأجيل مرة اخرى. بعدين هو ما طلب تأجيل اول مرة، لا يملك الان طلب التاجيل الحين، اتوقع الحين هو يملك التاجيل بدون موافقه مجلس الامه. اول طلب يملك يسال فيجاب الى طلبه. علي، احنا تدري شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا يعني خلي اسمحوا لي الاخوان، المتاجره بالدين. البعض يتاجر بالدين. انا والله لا اقصد نائب حمدان العازمي او الاخوان او كذا، ولكن من يهيئ الراي العام ضد اي قضيه، أي قضية كانت، ويحاول أن يأخذها إلى الشرع والدين. في الكويت دولة مدنية، الحكم وكل قوانيننا تستمد من الدستور. نعم هناك دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأيضا حاولوا هناك محاولات أخرى لتعديل مواد أخرى من الدستور يمكن تأتي على ذكرها، ولكن يجب أن يعني في هذه الفترة بالذات شوية يهدون الأمور النواب. وأنت قدمت استجوابك، كمل. الوزير استدعى علماء، استأنس برأي دار الإفتاء، برأي بعض العلماء. أنت لعبت سياسة، ليش تنكر على الوزير أنه يلعب سياسة؟ خليه يلعب سياسة. بس في عندي ملاحظة بسيطة. الإسلام هو اللي علمنا المدنية، عشان ما أقول دولة مدنية ودولة دينية. مسألة الدولة الدينية مسمى جاء من محاربة الأوروبيين للكنيسة، لكن اليوم قوانين فرنسا برمتها مأخوذة من الدين الإسلامي. زين، فيعني لا نقول من وجهة نظري يعني أن خطأ مسألة الدولة المدنية ودولة دينية بالإسلام. لكن الإسلام هو من بنى الدول، هو من بنى القوانين. زين، والقوانين انتشرت انتشار كبير في أغلب الدول الأوروبية. والآن اليوم يتكلمون عن صفر الفائدة. صفر الفائدة شنو معناته؟ محاربة الربا. نعم. إنه ما في ربا. تأسست بنوك اليوم بعد أزمة 2008، تأسست بنوك في تقريبا 7 بنوك في بريطانيا، 5 بنوك في على حسب علمي من قبل كم سنة، كلها تتكلم عن صفر فائدة، يعني ما في ربا. عرفت؟ فاليوم الإسلام تمام. هو الدولة المدنية. بس أنا لاحظت لما قال حنانيكي انت تهيضت عاطفتك. لا انا ما انا ما تذكرها والله ما اعرفها. لا والله ما اعرف. بس انت لما حنانيكي يا من ملكت الحنايا تذكرها تستحون كنا والله خطير طلع صراحه، مو هي انا والله اول مره اسمعها. والله ذكرني بايام الاغاني الحلوه هذه. حدثها خالد ابو حنان، خالد الملا والله عز الكورونا حدثها. والله انا ما اعرفها بس لان قاعد ما في شيء. طيب انا بس ابي اوضح شغله، يعني البعض يمكن يقول هذا شرع، انت ضد الشرع. احنا مو ضد الشرع، احنا نقول يا اخي الكريم، فقط تخيل ان انت تعتقد اعتقاد ورجل الدين الاخر يعتقد اعتقاد مخالف لرايك، ويا طبق قال هذا هو الشرع،
طيب ما هذا أيضا نشر، إحنا اليوم رجال الدين مختلفين في الفتاوى، وبالتالي إحنا ما قاعد نقول نحلل الزنا ولا نحلل السرقة، ولا إحنا قاعد نتكلم في أمر مختلف في رجال الفقه، وبالتالي أي رأي شرعي نأخذ منهم. لذلك نحن في دولة قانون، ما هو في إطار الدين بشكل عام نناقشه وفق معايير مدنية وضعها الدستور وحددها الدستور. لذلك نحن لسنا ضد الشرع، لا، يعني احنا ما قاعد ننادي ان ما لنا شغل بالشرع وخلنا نعيش وهذا، لا، احنا كلنا مسلمين، ما حد يعلمنا الشرع، ولكن رجال الدين نفسهم يختلفون بالفتاوى. لذلك احنا نقول عندنا قاعدة، ولا راح تصير فوضى، راح تصير الداخلية فيها عسكرية والدفاع ما فيها، هذه مو دولة، هذه فوضى. احنا عشان كذي نقول الالتزام بالدستور وبقواعد الدستور وباللوائح التي حددتها الوزارة، هل من ضمنها اللجوء الى رجال دين من الفتوى والتشريع او ورجال دي رجال رجال فقه ليس لهم علاقة اصلا، او ليس لهم اصلا صفة رسمية. استاذ مطر، قبل نروح ان شاء الله على السكن العزاب والثروة الحيوانية، بس قبلها خلينا نروح نشوف الثروة البشرية يعني وما تعانيه، ايش رايك في هذا الموضوع؟ يعني حتى البعض قال ان هذا ممكن يكون سابقة لاخذ معيار راي وزارة الاوقاف في كل قرارات الوزارة. افتح باب صحيح. والله اول شيء امسيكم بالخير جميعا، ومسي المشاهدين اجمع. يعني اسولف عن الثروة الحيوانية، وين دخلتوني؟ دخلتوني في امور انا اعتقد ما فيها شيء، دخول المرء السلك العسكري على كلام الاخوان، لان حتى في مجلس الامه انا يوم جيت لقيت ضباط بنات صح عسكر يستقبلوننا، كان صح ياخذون هوياتنا، واعتقد ما فيها شيء، شايلين سلاح اللي بمجلس الامه صح، واعتقد انه ما فيها شيء يعني دخول المرء السلك العسكري يعني اتوقع كذي يعني. تعتقد في اصلا لهم حاجه يعني، يعني في وزارة الداخلية اليوم لما دشوا صار في منهم فائدة، ما كان رجل يقدر يغني عنهم؟ أعتقد دخول المرأة ما فيها شيء، لأن عملها إداري، عملها إداري، أنا أشوفها بالتفتيش، أشوفها بالأمن داخلي، يعني هم بعد صعب إنك تحط رجل مثل التفتيش على المساجين، بالمساجين أنا قام أشوفها كانوا موجودين يعني. يعني هذا بالداخلية، هو يعني داخلية مجلس الأمة فيه هو من جانب، لا يعني من جانب هذا يعني احنا لازم ننتقل وجهة نظر الأخرى اللي هو بالنسبة للنائب وكيف يفكر النائب، لأن أنا قعدت معاه في اللقاء ويعني وعارف عبد الله عارف يعني هو لا ضرر ولا ضرار. يعني احنا خل نترك الجانب الشرعي أو الديني، ننظر إلى المصلحة أو الفائدة من انخراط المرأة في السلك العسكري من عدمه، هل وجودها في البيت أصلح ولا وجودها في أنها تكون تعمل في السلك العسكري؟ لا شك يعني حتى استشهد النائب نفسه باللقاء في اليابان، شوف تطور اليابان وشوف هذا، يعني اليابان يعني مو كنظام، يعني كنظام يعني إداري في في في, في يعني الدولة، تطور والتقدم في اليابان. الله يعني يقول كمل صحافة حد يزعل شون؟ قول كمل قول لا مع احترامي يعني لو اليابان كمل. عندهم رجال فقه ما صاروا اليابان، لا خلنا مو كل رجال الفقه، أنا أتكلم رجال الفقه الذين يستخدمون الفقه في السياسة، كلام لا واضح. تصب جامعة ما صارت على رجال، مشكلتنا مو بالدين، مشكلتنا من يستخدم الدين لأجل السياسة، وما أقصد حمدان، ولكن أقصد أن هذه القضية كثير من يتسلح عليها اليوم. هو صحيح، هذا تدري شنو يطلق عليهم؟ تدري شنو يطلق عليهم بالإسلام؟ هذا المنافقين. لا طبعا، لا أنا ما أتكلم عن شخصية، لا ما نتكلم عن هذا، احنا قاعد نتكلم عن قضية، بس اللي يتكلم اللي يخلط الدين بمآرب دنيوية هذا المنافق. اللي يخلط الدين علشان يوصل إلى كذا ويكيف الدين على كيفه يعني هذا المنافق. بنفس الوقت، بس خلا أكد على شغل، بنفس الوقت إحنا نحترم رجال الفقه ورجال الدين ورجال الشريعة من يفتون، ومن إحنا ما نخلط، لكن إحنا قاعد نميز اليوم بين الدين السياسي والدين الحقيقي. الدين الحقيقي لكل الاختلاف، الاختلاف رحمة، فبالعكس هو اصلا الديمقراطيه هي اختلاف الاراء، فانت لما تختلف في اراء الفقه وغيره بالعكس هذه نعمه. نعم قطعنا احنا افكار صح، ما قلتها عبدك تمون يا ابو حسين تمون عشان لا تقول لي نجري، شفت شلون هذه وما لا نجري ولا شيء ولا نجرت ولا شيء، عشان انت اتهمت اتهام يعني مو موجود هنا. اول شيء انوه على موضوع الدكتور
قال يعني كلمة باسم رجال الدين، أنا بعد يعني ودي أنوه عليه وبعدين أرجع لفكرتي. هذه القضية نشوف أن رجال الدين موجودين أو أن بعض رجال الدين، ولكن في قضايا أخرى أعتقد أهم من هذه القضية ونجدهم على سايلنت، يعني ساكتين وصامتين صمت الغبور. هذه يعني على إطاري كلمة الدكتور. بالنسبة لوجهة النظر، يعني طالما أن نائب العازمي ويعني صراحة شخصية مميزة وعبد الله ومحبوبة، هو فكرتها أن يعني المرأة قد تكون في البيت نعم تعمل الأعمال الإدارية، ولكن وجودها في البيت لتربية الأولاد يعني كمنفعة للمجتمع هو يشوف أنها أصلح، لأن أنا ناقشتها في هذا الموضوع، يشوف أصلح من وجودها في خاصة انخراطها في السلك العسكري اللي هو يعني في نوع من الخشونة. نعم مثل ما قال أخوي الدكتور أن يعني أيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان شاركت المرأة في الحروب لإعداد الطعام والشراب للمجاهدين، فهذا موجود يعني أيام الرسول، وبالتالي لا ضير من ذلك. لكن الآن أعتقد الشباب موجود يمكن بكثرة إنه لا يجد عمل، وبالتالي هو له الأولوية. يعني مو معقولة المرأة تكون في السلك العسكري والشباب لا يجد عمل ونايم في البيت، العكس. وهو الغصب من الفكرة أن تكون منفعة للمجتمع وأن تربية الأولاد، وبحيث أن يكون هؤلاء الأولاد يتربون مو على يد مثلا الخادمة، بحيث أن يكون صالح ويكون نوال المستقبل ويكون رجال المستقبل. صحيح. هذا صحيح. هو فكرة الفلسفة اللي هو ينطلق منها دكتور. بالعكس هذا أمر إحنا يعني نعم. مطروح للنقاش ورأي يحترم. أبو عبد الله يحترم كذلك رأيه، ولكن أبو عبد الله إحنا قاعد نناقش القضية بشكل عام. نعم وموضوعك صحيح. جزء مثال منها، لذلك لا تتحسس من بعض الكلمات. لذلك نجد بس النقطة ما نقصدك يعني بس الفقرة الأخيرة، لذلك نجد رجال الدين مختلفين بين المؤيد وطبعا مع الالتزام بشروط معينة، وبين المعارض تماما من واقع، وليس التشدد وليس أن انحراف وليس أن لكن من واقع أنه يرى أن المرأة تكون بيتها ومملكتها، بحيث أنها تبني أو تعمل لصالح المجتمع من خلال تربية الأجيال. هذا هو اللي الفكر من يعني السائد في موضوع رجال الدين، وكيف أنه يكون الاجتهاد يختلف. وشكرا لك على تحت الوقت. علي نقطتين عندي بس ومختصرين جدا. أولا دخول المرأة إلى السلك العسكري أو إلى أي مجال وكل المجالات ما ياخذ شيء من حصة الرجل. اللي بيدخل السلك العسكري من الرجال ومن الذكور، السلك العسكري موجود ومفتوح للجميع. هذا واحد. اثنين، جزئية اللي ذكرها عبدالله الأخيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جزئية رجال الدين وتدخلهم في هذا الموضوع، هو طبعا حق للوزير مثل ما استعان أيضا حق للنائب، وقام اليوم أعتقد في ندوة قبل يومين في ندوة أيضا اللي كانوا المتحدثين فيها كلهم ملتزمين ورجال دين، ولكن هو سيف ذو حدين. قد يكون والله اليوم يا سعد أنا قبل أتكلم اسمح لي بس أختلف معك. حق الوزير أن يذهب إلى تفسير مواد اللائحة اللي عنده والدستور، يذهب إلى المحكمة، يذهب إلى قانونيين. حق الوزير في اللجوء إلى الأمور الشرعية يعني أوضح الدستور. جميل. ولكن من حق الوزير أنه يستعين في رجال وزارة الأوقاف لأخذ هذا أنا أمر تسمح لي أتخذ اليوم الرأي المخالف. ما خالف علي، تحملني، خذني بحلمك. حنانيك هناك حنانيك هناك هناك علي في نواب مترددين بالرأي، سواء يبون يوقفون مع الوزير بس ما راح يلقون العذر إذا كان الموضوع يستند على رأي ديني وشرعي. فلما افرض أن صدرت فتوى بجواز دخول المرأة، أو رأي مش فتوى، رأي بجواز دخول المرأة السلك العسكري، هذا الرأي سيرفع الحرج عن النواب المترددين. أنت قاعد تنظر لها منظور سياسي. ما أنا هذا اللي قاعد أقوله لك. هذا الرأي ولا يعني ليش يلجأ، ولا حلوة طلعت جهراوية أصلية ليش يلجأ الوزير إلى رأيهم محترم ومقدر، ورأي النواب أيضا محترم ومقدر، ولكنه سيف ذو حدين. وشكرا. نعم أنا بس عندي تعليق يعني إذا سمحت. طبعا بعد التحرير كنت أنا أعتقد أن إحنا المصيبة اللي صابتنا هذه أن راح نطلع بالمجتمع الفاضل،
راح نطلع بالجيش الأقوى الجيوش، لأن راح نستخدم التكنولوجيا وإلى آخره علشان نعوض قلة العدد والنقص وإلى آخره. اليوم احنا قاعدين نحوس ونتناقش ها في مسألة انه والله شنو الأفضل حق المرأة، تقعد في بيتها ولا تروح تقاتل ولا كذا. لو كنا احنا مجتمع مثل ما يقولون من المجتمعات الديناميكية اللي تعرف توظف أفرادها، في كل فرد شنو وظيفته وشنو يساعد وشنو كذا، لكن احنا يعني عشنا حياة يعني أفضل من هذه. المرأة ممكن يكون لها عدد من المهام غير مهمة أيضا البيت، عرفت؟ فأنا ممكن أركز على مهمتها في البيت تكون مهمة أساسية، لكن في وقت الشدات في وقت الأمور يجب أن تكون متعلمة صحيح لما تفعله في مثل هذه الظروف. صح. احنا صحيح راحوا صاروا في شهيدات وصاروا في كذا، بس تصرفات فردية، نعم، ما عندهم أي خلفية ولا صحيح عندهم أي شيء. فإحنا احنا يفترض، احنا أصلا مجتمع يعني ما ودي أقولها بس ما أقولها راح تأثر على ناس كثير. احنا شنو عقيدتنا كمجتمع؟ اليوم الجيش شنو عقيدته؟ الداخلية شنو عقيدة رجل الداخلية؟ شنو عقيدته؟ شنو يعني شنو تفكيره؟ هي المسألة إذا ما كانت ثقافة، خلنا ما راح نقول عقيدة، خلنا نقول ثقافة، إذا ما كانت ثقافة يعني مجتمعية ما راح تصل إلى أي حل. وإحنا للأسف ترى قاعدين نمشي ونحوس في كل صغيرة وكبيرة ونتراجع خطوات وخطوات إلى الخلف. بدر، إحنا عندنا مشكلة الآن كبيرة جدا، ننظر للمرأة على أنها مواطن ناقص الأهلية، مواطن نص مواطن، ربع تكميلي مواطن. لا مو صح هذا، لا هذه طبعًا إيه طبعًا في لما ناس لما تأتي ناس كل شيء يجي للمرأة يصير ليش لا الرأي الفلاني ما يصير العالم الفلاني. مثل ما قال علي ذكر نقطة جدا مهمة، إذا أنت تبي تستند الآن على فتوى وفق أي مذهب، مو أي مذهب، لا 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 مو أي مذهب، إحنا خلينا نقول القانون عندنا هني مذهبنا المذهب شنو الحنفي عندنا هنا. لا لا إحنا الحين خلصنا المذاهب هذه كلها وأخذنا في القانون الشامل، بس بشكل عام حتى لو نسند إلى مذهب ايه؟ في المذهب الواحد هناك رجال فقه يختلفون في فتاويهم في نعم المذهب الواحد صحيح. وبالتالي أنا أعتقد الإطار العام للدين هو المهم، ولكن في نقطة مهمة قالها عبد الله، رجال الدين قدرتوا وتوصلون حق نائب رئيس مجلس الوزراء علماء ووزير الدين الدفاع، علماء الدين رجال الفقه قدرتوا توصلون له في موضوع دخول المرأة إلى الدفاع، ما قدرتوا توصلون له في مواضيع السرقات وهموم المواطن والإنسانية، المواضيع الإنسانية بين قوسين ما بيحدد بدون وغيره، أمور فيها مظالم كثيرة وفيها فساد كثير ما قدرتوا توصلون حق رئيس حق نائب رئيس مجلس الوزراء وتكلمون عنها، قدرتوا توصلون حق موضوع يخص النساء، وليش دائما تنشطون في موضوع النساء وكأن هذا فقط هو همكم؟ ليش ما قاعد نشوفكم تنشطون وتروحون وتناجرون الحكومة وتكلمون المسؤولين وتوصلون للمسؤول عشان أمور تهم المواطن بشكل عام؟ يعني الإنسانية والحقوق المدنية والسكن والصحة وغيره وغيره والفساد والسرقات هذه ما لها علاقة بالشرع؟ هذا أمر أيضا مستغرب. كذلك الأمر المستغرب الثاني، يعني غير أن الصورة كانت غريبة، وزارة أوقاف ووزارة الدفاع، وزير الدفاع إذا ماني غلطان هو رئيس اللجنة مالت كورونا، نعم صحيح اللجنة الوزارية للكورونا، ومن يفرض علينا شروط الالتزام بالاحتراز الصحية واقفين مصورين كلهم يم بعض بدون كمام، فعلا كرنفال. يعني ما اللي قاعد يصير في البلد الحين بعض قد يستصغره، ولكن صورة يعني فوضى 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 فوضى، وبالتالي هذه الفوضى ستستمر وتنتشر وتؤثر على كل ما يحيط فيها. هذه إذا صارت سابقة هذه مشكلة، كذلك أنتوا قدوة لما تطلعون غير كمامات لا حد يقول لنا لبسوا كمامات ويهددنا ومش عارف شنو. حتى احنا متباعدين الحين، احنا متباعدين، انا بيني وبين هذا كم حاسبينها. طيب خل اقرا بعض يعني مداخلات واراء الاخوان المشاهدين، دور المسجات اللي يمدحوني. ابشر. السلام عليكم، بالسابق طرح موضوع اكتتاب بشركتين الكويت، ما له شغل الموضوع في حديثنا. المرأة من سنتين والمجلس موجود. يا جماعة في الموضوع في محورنا لو سمحتوا، المرأة تعمل في جميع الوزارات، شنو الفرق عن الجيش فعلا؟ صحيح.
صور ما نفتح. ليس من المنطق أن أجعل وجهة نظري الشخصية جزء من الشرع. إذا كان الهدف هو تفضيل بقاء المرأة بالبيت على المشاركة بالعمل، يجب أن لا تلبس رأيك الشخصي قداسة شرعية. صحيح، مجردنا أخوكم عبد الله المهدي. فيديو أو صورة ونتمنى تهدونها لمن ما نقدر نفتح فيديو صورة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بنات الكويت فيهم دين على خلق وأخلاق وعفيفات، وفيهم خير، وعمل المرأة في المجال العسكري لا يعد تشبها بالرجال، بشرط أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، وألا تختلط بالرجال الاختلاط المعهود، وألا تلبس ثيابا يختص بها الرجال دون النساء، مع الحذر من الخلوة المحرمة والتبرج. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الآية: ولا يتبرجن ولا تتبرجن. وفي الحديث: لعن الله المتشبهين بالرجال. ما له شغل يعني، بس الكلام دار الافتاء. فعلا كلامك صحيح، يعني بنات الكويت فيهم يعني الموضوع هذا ما نخلص منه. خلينا نشوف ضيفنا بنشوفه بنشوفه ان شاء الله. حيوانية يعني لازم بنشوف. والله لا يغل أهمية صراحة. إيه صحيح. صحيح. السلام عليكم. بخصوص دخول المرأة السلك العسكري، بخصوص بالدفاع لها متدخلاتها كثيرة وصعبة وصعبة وأخرى الليدر عندنا. وبخصوص دخولها السلك الداخلية تتطلب بوجود المرأة لدخول المنزل، وذلك لحرمة البيت من النساء وإلقاء القبض على الخروج من القانون بخصوص الحريم والأخت، حيث كانت النساء تشارك. يعني أتمنى الاختصار، دش بالبوينت على طول عشان لا ناخذ الوقت. مسي بالخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. من وجهة نظري يحق للوزير استشارة من يراه من وجهة نظره للقرار الذي أقدم عليه، وأعتقد أن المرأة يحتاجها الجيش الكويتي، ولكن في أمور فنية من ناحية طبية وغيرها من أمور فنية، لذلك المرأة عنصر ضروري في وزارة الدفاع. عمل المرأة ليس مجرم، إنما المجرم الاختلاط واللبس الغير محتشم. إذن هو يعني طلعوا على كل الوزارات، لا تخصون. بالنسبة لموضوع المرأة وعملها، يعني أعتقد كل قاعد في الجيش أعتقد ما حد حاط مسدس براس حريمهم وقال لهم دخلوهم غصب. اللي ما يعجبه لا يخلي مرته أو بنته أو أخته تشتغل. أغلب المداخلات على نفس السياق، يعني ما عليه مداخلات وايد عشان لا يضيع وقتنا. خل أنتقل حق ضيفي الكريم الأستاذ مطر البغيلي. قل لنا أول شيء اتحادكم شنو مختص في شنو؟ يعني هو يتابع هموم أصحاب خلينا نقول الحلال. إحنا اتحادنا أسس على متابعة المربين جميعا، اللي من ضمنهم الخيل والإبل والغنم والماعز والإبل أعتقد. احنا نوصل همومهم لهيئة الزراعة، كنا اتحاد. مشكلة هيئة الزراعة كثر ما وصلنا لها من هموم لا موجب. أتوقع أن مشاكلنا ترى واجد المربين. أنتم مسؤول عنكم هيئة الزراعة؟ احنا تبع الشؤون، مسؤول عنا الشؤون مو هيئة الزراعة. احنا اتحاد القوة العاملة. شنو علاقة الزراعة؟ الزراعة احنا نوصل صوت المربي لهيئة الزراعة كونه مختص. فجميع شكاوي المربين يلجؤون احنا كنا اتحاد، وحنا نوصل صوتنا حق المسؤولين اللي بالهيئة. حلو. بس للأسف هيئة الزراعة اعتقد ما تبي تسمع في مجال المربي. في كل شكوى يتكلم فيها ما يسمعونه. احنا نوصل لهيئة الزراعة، نوصل شكواهم، همومهم، مشاكلهم، مطالبهم. ما لقينا. هيئة الزراعة تبع منه الحين؟ تبع وزير علي الموسي. أشغال. وقبل كانت تبع منه؟ قبل تبع الإعلام. وقبل يعني قبل أنا اللي بوصله إن هيئة الزراعة بهذا التخبط في هيكلها أصلاً، وفي يعني مرجعيتها وتبعيتها لأي وزارة، وين تبونها تلتزم أقول تنجز ولا تسوي شيء؟ خلني يعني أعلق على النقطة هذه. بالنسبة لنا لكل تشكيل وزاري ها يجيبون الهيئات والوزراء يتنازعونهم بينهم. يعني تخيل هيئة الزراعة من الإعلام للنفط لما أدري وين الحين الأشغال. عرفت؟
فهذا تخبط ما بعده تخبط وغيرها والقوى العامله الان صارت عند وزير العدل، كانت عند وزير ما ادري شلون وزير الشؤون، فغلط اللي قاعد يصير. يعني افترض ان الهيئه تابعه لوزاره معينه وانتهى، سكرنا على هذا الباب. لكن كانت للاسف الاساس البلديه، كان بلديه، البلديه هي الاساس في وقت هي الاقرب من هي الاقرب لها. اي فيعني المفروض انك انت تحط وزاره معينه مو وزير. يعني انا في مره من المرات وزاره خاصه كامله حق لا 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 يعني انت تكون هذه الهيئه تابعه للوزاره الفلانيه بغض النظر عن وزيرها. يعني انا في مره من المرات احد الوزراء قاتل على هيئه معينه عشان تصير تبع له، قاتل لا فيها تعيينات وفيها ومن شرط يعني قبول الوزاره انكم تحطوا لي هذه تبعي زين. ونفس الشهر، وهذا يعني دمار للبلد. يفترض ان الهيئه تابعه لوزاره معينه خلاص تستقر، هيئه الشباب الرياضه، هيئات ايش كثر عندنا، هيئه الزراعه الى اخره، فيفترض انها محدده بوزاره معينه وانتهى الموضوع. مو كل تشكيل وزاري يتقلب من وزير لوزير، وزير لوزير كل من ياخذه. وبالتالي انتم الحين اذا انتم ما استجابت وياكم الهيئه، يعني كان ممكن تسعون وتوجهون اعمالكم على الوزاره او على الوزير نفسه، لكن اليوم في ظل تقلب الوزير هذا اعتقد انتم ضايعين بالطوشه يعني مع الاجراءات هذه. اول شيء انا احيي الوزير من هذا المكان على الخطوات اللي طبقها في الهيئة الزراعة. أنا كوني تكلمت ويا الوزير السابق شايع الشايع عن مشاكل المربين وعن مشاكل والمعاناة اللي يعانون منها ابن الحلال، كنت متواصل وياه بالتلفون يعني، بس للأسف من مشى ما شفت شيء هذا الوزير الشايع. الحين جانا الوزير الدكتور اعتقد علي الموسى، جزاه الله خير، تواصلت وياه بالتلفون ووصلت له هموم ومشاكل المربين. رجل مستمع، رجل نشط، متواصل وياي اول باول. شو مشاكل بمطلق يعني؟ مشاكل الالاف، الالاف لا توجد في كبده الحين، مثل رفع الاسعار للشعير. سويت مقابلات في منطقه شبد ووصلت الصورة للوزير، يعني اللي كان ينباع بدينار صار بثلاث دنانير. شنو السبب؟ يقول لك ما في علاف، ما قام يدش علاف من بري، والعلاف موجودة الحين بسبب كورونا. ما في ولا في ناس تستلم ولا مستحقة وتبيع برا ولا محتكرة؟ علاف موجودة بالجمارك، بالجمرك، تدش بالقطارة تريلا واحدة توصل لك شيب تدي قاطعونها كل بوم، ولا الألاف موجودة. بس المربي أهم بعد يتعب، يعني أنا أخذ الخيشة الشعيرة الحين بخمسة توصل إنزين، أتبان الله يكرمكم مو موجودة، أعلاف مو موجودة. وأنا طلعت شخصيا صورت، سويت لقاءات وياهم. اللي احتكار من شركات معينه مثلا، في احتكار شيء؟ ما ادري ليش ما تطلع التريلات من الجمرك موجوده، هذا غير مال المطاحن يعني، الاف المطاحن. المطاحن الشعير خلصنا منه، ما في مطالب لي. يعني الحين في ازمه علاف بالبلد؟ اي في ازمه علاف. من ارتفع قيمه الشعير، انا سويت وياهم مقابلات، كان متوفر من حوالي ست شهور يعني. اتوقع في ظروف قهريه بسبب كورونا، ولا تعتقد بسبب كورونا تم استغلال البعض لهذا؟ لا لا لا، انا اتوقع من رفعت الشعير ارتفع كل شيء. ليش رفعت الشعير؟ هذا السؤال انا سالتهم ورحنا قابلنا المسؤولين بس لا مجيب. في مشكله اعتقد بمطلق يعني، انتم كاتحاد ثروه حيوانيه في ناس مدعين انه هو يعني ربي حلال ومش عارف ايش، ياخذ الجواخر. نعم. وهذا هو المشكله اعتقد، انه هو اللي يحتكر يعني ياخذ الشعير ويروح يبيع برا، فيفوت الفرصه على الناس اللي ممتاز. اصحاب المربي الثروي يعني اللي صد يعني احنا وصلنا الفكره حق المسؤولين وكلمناهم. فكره شنو بالضبط؟ فكره ان الاعلاف تنباع بري انزين، وجبت تصوير ان الاعلاف معروضه بالمحلات بالسوق السوداء، الاعلاف المدعومه، المدعومه نعم، بالتصوير بالفيديو. مسؤول ما يقابلك، وهذا هو الاعلاف المدعومه شلون باعت برا؟ انباعت برا ما يبيعها، قله رقابه
ليش قلة رغبة؟ لأن الناس المدعين إنه هو يربي حلال وما عنده حلال. ممكن أوصل لك الصورة. إيه تفضل. يطعم الحلال. طيب. يأخذ الشهادة إنه طعم الحلال. هذا اللي مو حلاله. اللي مو حلاله. إيه عدل. التم عنده الشهادة 12 شهر. يستلم علف. يحلب. ما تطلع عليه. وهو ما عنده حلال. أنت ما عنده حلال، أنت مفروض إنك أنت اليوم طعم بعد أسبوعين اطلع عليه. شيك هل حلاله موجود؟ اذا موجود وقف الكيف. يشترون الشهاده بفلوس هذيل يشترون. بلغنا فيها مدير عام الهيئه وقلنا لهم كانوا برا عند الباب يشترون الكروت العلف. ما لا مجيب. ماكو تجاوب. ما في احد يسمعك. الثروه الحيوانيه ما حد يسمعك. ما في مسؤول مبطل بابه. لو مبطل بابه ما تجمعوا هذاك اليوم سوى اعتصام. تعتقد هذا السبب ارتفاع الاغنام مثلا اسعار الاغنام ما تحجه لما تعرف باكر ابيعك الذبيحه ب 140 دينار وانت رافع علي سعر الاعلاف؟ بتدخلني بمحور ثاني. دخلت التجاره بالموضوع على اساس تضبط الاسعار. ما يصير تضبط الاسعار انت رافع علي كل شيء. انت رافع علي الاجار القسايم ارتفعت الحين 100%. الكهرباء بشبت 100%. التناكر توصلنا غاليه. الاعلاف رفعتها عني. اي لان تبينا اوفر لك مطر لان كبد ما صارت الحين مكان تربيه. يا اخي طب المنتجعات وين المسؤول؟ انا مو حاس انت مو مسؤول حاطينك. ليش ما تطلع تراقب؟ ليش ما تطبق المخالفات على الجميع؟ يا اخي لما تروح هناك واضح انت تمر تشوف واضح انه مخالف. شوف اذا واحد صاحب حاجة هل هذا مخالف؟ روح ابحث عنه ما في مخالفة عليه. يخالفون منه؟ يخالفون اللي حاط له شبك برا صغير حاط له غنم. هذا يخالفونه دخل غنم داخل. إنزين والمنتزه مخلي وانت تدري عنه. يعني هذاك اليوم رئيس مجلس إدارة أنا مبلغي يوم قلت له عن بخصوص التوزيع ما التوزيع قال ليش أوزع؟ شبت كلها منتزهات. قلت له اطلع راغب اطلع خالف. هو يدري ان الشبت كلها يدري طالعين جولهم بس وين المحاسبه؟ احاسب بس الفقير. والحين دمرتي رفع الالاف رفع الاجار 100% اللي كنا ندفع 65 الحين 120 غير المخالفات. يعني سعد ما تعتقد هذا الامر بسبب شلون اوصلها بسبب اقحام هذا الامر في السياسه حتى الاراضي الزراعيه والقطع هذه ما ادري شلون توزع الاراضي صار الامر فوضى من البدايه صارت الموضوع عباره عن ترضيات لذلك صار تسابق على الهيئه كل واحد يبي ياخذها صوبه وبالتالي اصبحت فوضى لان صارت فوضى اليوم ما يقدرون يحاسبون احد يعني خلاص هذا احنا معطينا اياها ترضيه شلون تحاسبه وتخالفه خله فصارت فوضى واثرت بالنهايه على الهدف الاساسي من وجودها واللي هم الجماعه اللي قاعد يشتغلون صح وعلى فكره يعني موضوع شغلهم ما هو موضوع بسيط يعتمد عليه امن غذائي وطني يعني يعني بالكويت الاسعار هذه كان ممكن احنا كم وصل سعر الذبيحه الحين الحين ما تشرط علي بيعك بالسعر اللي يبيه هو عادي لانك انت ما وفرت لا بس ابي شيء. ابي لا احنا انا ابي هي. الحين من 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 التسعين والمية وصاعد سؤال انت حركب سيارتك وطقيت لك كم كيلو متر بس باعت نعم رحت ديره من هالديره اللي حولنا كم فرق السعر؟ لا النص النص يعني هل يعقل هذا الكلام؟ الفرق الوحيد اللي انا اعتقده انه ان دخول هذه القضيه في موضوع السياسه وترضيات سياسيه وكل شيء سبحان الله يدخل فيه السياسه يدمره من اساسه. حسين الخيار وصل 25 فلس انباع فصاحب المزرعه اللي ينتج الخيار قال لك انا سعر الكرتون اكثر من 25 فلس، ايش سوى؟ ما قام ينتج الخيار زين فصار اللي ينتجون قله صار الحين صعد نص دينار و750 شوف المشكله شلون تصير فبالتالي هي يعني الحقيقه مشكله مو يعني مو بس بالحلال يعني حتى الانتاج الزراعي فيعني مفروض انه يعني الحقيقه الامن الغذائي هذا شيء مهم جدا
يقول لك يعني بعد اذا زاد عدد السكان بعد سنوات راح النسبه تزيد اكثر 50%. صح. فبالتالي هذه مشكله يعني الواحد يعني ما ادري من اللي صاحب يعني وراء هالشيء هذا. باكر ما ياكل لحم الا المشكله. احنا قابلنا رئيس مجلس اداره وابن الحلال اول ما تعين كان يشتغل كل ما كلمه يقول لا لي جامل بمطلق ما جامل ايه كل ما كلمته قال لي انا قام اشتغل لامن القضاء من استلم لليوم رفعت الشعير بدون دراسة هدم اللي بناه كله. يعني انت صار لك الحين سنة تجتمع وامن القضاء وكل ما كلمة يقول لي امن القضاء وانا وياه والله كنت ترى على فكرة سعر الشعير هذا يعني سعر عالمي. لا 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 لا, لا 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 انا متابع الامر هذا. نعم. الغمح هذا لان ارتفع عالميا فارتفع عندنا هني ترى على فكرة يعني هذه نقطة مهمة. انا كلمك على الناس المدعين انهم يربون الحلال وهم اللي ياخذون الحصة هذه ويروحوا يبيعونها بالسوق السوداء على الشوارع تشوفهم على شارع الوفرة على يعني معروف هذا الكل يشوف الكل يشوف الكل يشوف طريق شب. فبالتالي هو هذا المشكلة يعني انتم كاتحاد مفروض انكم يعني انتم تكون حلقة وصل بين الهيئة وبين التجاوزات اللي هذا مسؤوليتكم. ممتاز. يعني شلون صرتوا اعضاء بالاتحاد يعني لازم احنا نوصل صوتنا نوصل صوت المربي للمسؤولين بس ما حد يتخذ اجراء. لا الشق عود. انا اقول لك شوف انا يمكن يدري عني انا اعتقد يعرف. انا اعتقد ان المساله فيها جزئين. الجزء الاول فساد والجزء الثاني احتكار. الفساد لما يكون انا مثلا عندي ميزانيه ضخمه لدعم الاعلاف هذه الميزانيه وين تروح وليش ترتفع الاسعار وانا عندي دعم عرفت الدعم هذا من يسأل عنه ترى ما حد سأل عن الدعم الأعلاف بالمرة وبالمطلق وأنا أعتقد أنه 30 مليون دينار سنوي وين تروح تغطي الكويت وتزيد زين بعدين وهذا جزء من الفساد أيضا خلينا نقول التوزيعات العشوائية اللي هي ما لها علاقة تعطي واحد ما لها علاقة في الحلال تغطيات سياسية الاحتكار يعني البلدان تبنى على ثرواتها الطبيعية ثروات الطبيعية الزراعة صحيح. الحيوان تربية الحيوانات إلى آخره فهم محاربين ليش لأن إذا أنت تبي تبني ثروة حيوانية فممكن تغطي على كثير 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 من التجار اللي ماخذينها مسألة التجارة يعني تدوير رأس المال نعم. هو مو خسرة يعني مو تعبان في هذا الموضوع رأس ماله قاعد يشغله فبالتالي كل ما يتعلق في هذه التربية في تربية الثروة الحيوانية يدخل فيها أيضا الاحتكار البيطرة والأدوية جزء مهم جدا كله عند الشركات الاتحاد يعني أرأى في حالهم ما لهم أي علاقة في هذا الموضوع ولا قادرين يسوون شيء في هذا الموضوع ولا قادرين يسوون شيء في مسألة الأعلاف ولا قادرين يسوون شيء في مسألة القسائم التربية الحيوانية فبالتالي هي هذه المسألة مسألة الجزئين لكن احنا خلينا نقول شلون نستطيع ان نحل هذه المسألة يفترض انت عندك ثروة نباتية وانت قاعد تدعمها وعندك ثروة حيوانية وانت قاعد تدعمها يفترض ان يكون هناك تكامل الكويت تستطيع انك تزرع فيها كل اصناف الاعلاف اصنعوا تزرع زراعة الشعير ينزرع الجت ينزرع الرودس ينزرع كل أنواع الأعلافك وهي كانت فكرة جميلة لما أنت توزع مزارع على أصحاب الحلال أصحاب الثروة الحيوانية أيوه. تعطيهم 50,000 وتقول لك 1,000 راس فقط 50,000 تكفي 1,000 راس توكلها بدون الاستعانة بأي شيء آخر خارجي زين وبالتالي وفرت من 1,000 راس إلى السوق وفرت اللحوم الطازجة إلى آخره نعم. بس جيت حق هالفكرة هذه وأيضا دمرتها وزعتها على شركات يا رجل مصبغة ملابس تأخذ قسيمة ثروة حيوانية تربية ثروة حيوانية يلا. شلون يلا. وقيس على ذلك وانت رايح مصبغة ملابس حلاق عشان كذي أنا أعتقد لو الموضوع من البداية نفس ما أنت قلت الأراضي المخصصة للزراعة فعلا خصصت للزراعة وأجبر أصحابها على الزراعة زراعة الجت والشعير والأمور هذه أي.
بالمقابل الأراضي الثروة الحيوانية كذلك خصصت لنفس الأمر، راح تنحل المشكلة. صحيح. يعني هي مشكلة مترابطة مع بعض. لا هم خصصوا مزارع للثروة الحيوانية، عفوا، غير 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 الثروة النباتية، غير الخضرة اللي تروح. هي مزرعة وهي هي مربى. لا مزارع شركات. تخيل مزارع. إيه شوف المزارع، المزارع تخيل شركات. إيه للشركات. تخيل هذا مربي مثلا، ها مربي صار له 20 سنة يمكن ولد مع الـ مع مع تربية الحيوانات، زين يقول لك انا لازم لازم اعطيها شركة عشان امكانيات الشركة اكثر. طيب الشركات اللي انت قبلتها ما لها تخصص في هذا الموضوع، انت قبلت كل انواع الشركات اعطيتها تربية حيوانية، مثل ما اقول لك كذي في تصوير وتوثيق، حلاق، مصبغة، ما ادري شنو، اشياء يعني عد وخربط ما لها علاقه في شيء. طيب فهذه هي المساله. حسين اطرح سؤالي على ابو مطلق والجميع طبعا. بس قبل اطرح خل سؤالك كتبه، ابي اسمع سعد يعني ما سمعناه. تفضل. يموني يموني يموني. لا تفضل عبد الله. احنا علي، احنا مشكلتنا الحلول واضحه امامنا، احنا ما عندنا ضوابط، ما عندنا رقابه وتفتيش على ومتابعة على 24 ساعة مستمرة. تطبيق القوانين عندنا ضعيف، وللأسف أن احنا من يتجاوز القانون ونطلب بتطبيق القوانين، نطالب بتطبيق القوانين مع أن احنا أول من يبدأ بمخالفة القوانين. أصحاب الحلال أيضا عندهم أخطاء كثيرة وتكلمنا احنا، وودنا يعني في 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 من المخالفات اللي تحصل أيضا هناك مثل موضوع شخص عنده حلال ويعلم أنه أنا جيتها وأنا ما عندي حلال، أبي كرت وأبي أطلع حلاله وأروح أطعم واستلم شعير. ليش تعطيه؟ ليش تبيع عليه؟ إحنا الخطأ منه وفينا. ثاني شيء يجب على الهيئة أو الحكومة أو أي جهة المسؤولة عن هذه الجزئية مراجعة كل القسائم والجواخير والإسطبلات والمزارع، مراجعتها التي على الأقل على مدى 10 سنوات الأخيرة. لأن خلال 10 سنوات الأخيرة أصبحت هذه أسلحة بيد الوزراء للترضيات السياسية بصراحة، بعض الوزراء. زين سعد للأمانة يعني الحين يمكن بعض المشاهدين يزعلون منه، يعني يقول ما عندنا مكان نروح، هذه أماكن متعتنا وكشتتنا وناستنا، شي ضر خلوها لا تأخذ دعم. حلو، هذا مكان للثروة الحيوانية. يعني أنت تطالب بتنظيم العملية. نظمها علي، مش منع السياحة، ولكن فيها. أنت من غير المعقول أنك تعطيه منتزه او متنزه. تعطيه متنزه يعني المفروض هو جاخور، مكان لانتاج الثروه الحيوانيه، تعطيه له يحوله متنزه في سبيل ان استاذ مطر مربي حلال مو لاقي مكان، مو لاقي علاف، مو قادر يوقف على رجوله، تحاربه بالسوق، تحاربه برفع الاسعار. محارب في كل شيء على فكره، سواء بالزراعه او بالثروه الحيوانيه. التاجر المحلي بالفعل انا ايد استاذ ناصر محارب، والدليل ساق لك عبد الله مثال، كنا نرى يعني ونسمع من المزارعين الكويتيين يقول انا يعني سعر الكرتون اغلى علي من سعر الخيار او الطماط. صح. نجد الخيار مثلا او الطماط الكويتي مش موجود بالجمعيات، تلقى المستورد مع انه موجود بس ما ياخذون منهم ولا ينزلونهم للجمعيات ولا يفتحوا لهم منافذ للبيع. ايضا نفس الشيء يحصل مع مربي الثروه الحيوانيه، ولكن الاتحاد يجب ان يقوم بدوره، حتى لا نلقي كل على الهيئه، يجب ان يقوم بدوره، يجب ان يعني عمليه ديتوكس، تطهير داخلي، لازم انتم يكون عندكم لسته بالدخلاء على 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 هذه، اذا قلنا هذه المهنه، على هذا القطاع، يجب أن يكون عندكم دخلاء وتقدمونها للمسؤولين. قدمتها المدير الهيئة ما استجاب، هناك أعلى منه، هناك وزير ما استجاب، هناك رئيس وزراء ما استجاب، هناك لجنة الشكاوى والعراء في مجلس الأمة. لا تكون اتحاد، أنتم اتحاد وتملكون أن يعني تتقدمون إلى الأمام في هذه الجزئية. وهمتهم صعبة الله يعينه. والله تكلمنا وصلنا يعني وصلنا لشقول. بس أنا أبي الحين أنت يعني ما ممكن عمل يعني الموضوع يكون في سياحة أيضا وفي منتزهات. هذا الحين اللي بيسوونه حاليا، قام يدرسون الموضوع. تعال أنت صاحب اختصاص لك مزرعة، إذا عندك مزرعة
ناخذ جزء منها ترفيهي، الحين قام يشتغلون فيه ترفيهي، والثاني انتاجي. اي اذا انت تستخدمها الترفيه ولكن ملزم بنسبه. اي بنسبه بالزراعه وبالقانون اللي هم طبقين عليك. حلو. هذا كلمني فيها الدكتور محمد العميد. بس قلت لك قرار واحد ما له شعير. لا هذه بس المساله مساله الزراعه السياحيه اللي فيها وجهه نظر كبيره يعني. هذا قام يشتغلون فيها الحين. هم يشتغلون فيها بس يشتغلون فيها بالغلط. يعني انت اليوم يعني تبي تروح تخلي الناس فقط في شهرين او ثلاثة شهور تبني سياحة زراعية في ثلاثة شهور، جونا في الكويت يمكن شهرين أو ثلاثة شهور. نعم. بعدين ما تقدر تروح حق العبدلي ولا تقدر تروح حق الوفرة. وخليت المشروعات السياحية والدنيا وهدمتها، وهدمت بيت السياحة في الكويت عشان والله أنت الآن الآن تطلع بالسياحة الزراعية. السياحة الزراعية لو تجيبها طول بعرض فوق تحت شهر. ما راح توفر، ما راح توفر حق المزارع. صحيح. ما راح توفر حق المزارع حتى يمكن عماله ولا راح توفر واحد أمن غذائي. ايه ولا راح ولا لها علاقه في الامن الغذائي. ايه ما لها علاقه في الامن الغذائي. لا انا ما اقصد هذه ابو بدر، انا اقصد الحين انت عندك جاخور وعامله منتزه حق وناسه وشغل وحمام سباحه وهذا، ما يمنع استانس، لا تمنعون الناس من وناسه، ولكن اجبره على نسبه هو ملزم فيها، نسبة زراعية أو حيوانية. هذا قائم، هذا الموضوع قائم. أنت اليوم لما تأخذ مزرعة ولا تأخذ جاخور وتروح أنت بتشتغل عند حلالك ولا بتسوي عند حلالك، مسموح لك أنك تحط لك بيت في كل المستلزمات لك أنت وياهلك. مو موجب شروط. بموجب شروط. نعم هذا بس لازم، بس لازم في معه إنتاج. بالضبط. إنتاج هذا معمول فيه. بس الناس يقلبوها الأمن الغذائي حتى يعني. تفضل. تفضل. قطعت حبل افكار بعد لا لا طال عمرك. لا لا قطعت حبل افكار. يمون يا اخوي يمون. انا قطعت حبل افكار. تفضل يمون. السؤال اللي قلت بساله وانطر لما ابو فادي خلص هذا وين راح؟ تنظيم يسمونه. وين راح؟ تنظيم. لما قايل سؤال وقايل نقطه عندي ولا شيء كان اعطيتني المجال. تفضل دكتور والله تكلم. كمل. يلا هو انا افكارك. شوف انا الفكره بس في الموضوع ان اليوم انت قاعد، هي الدوله تشجع على الفوضى. أنت اليوم جاي تسوي أمن غذائي، طلعت القانون ممتاز، الفكرة ممتازة، كل شيء ممتاز، التنفيذ صفر على الشمال. ما تستطيع أنك أنت تلاحق المتلاعبين ولا تعاقب المجرمين في هذا الموضوع ولا تسوي أي شيء ثاني. وبعدين لما تجي أنت تمشي في الطريق على هذه النقطة كثرت، يعني أنا اللي بقول شنو دور القيادة، شنو دور الدولة؟ مو هي ضبط الناس؟ إذا الناس كثروا في هالمسألة هذه إنهم يخالفونها، ما المفروض إنك أنت تدور حلول للمخالفات؟ صحيح. ولا تعالج المخالفات؟ لا يفترض تعاقب اللي يخالف علشان توصل الفكرة صح وتمشي للموضوع صح. صح. أمن غذائي، ثروة حيوانية، ثروة نباتية إلى آخره، مطشرة والله. صح. للأسف يعني. عبد الله ابي احجز عندك انا عشان اتكلم. ابتسامتك حاجزه دول، لا تخاف. في اكو يعني الحقيقه خبر بالنسبه للمتقاعدين، في الحقيقه بعض الشخصيات الاقتصاديه قدمت مقترح للجهات المسؤوله على اساس توزيع 120 الف قسيمه زراعيه مساحتها 10 على الحدود، 10,000 على الحدود، ويعني في طور الحقيقه الاطوار النهائيه وان شاء الله. يعني شنو علاقتهم بالمتقاعدين؟ لهم يعني كل لهم اي لهم اي 120 الف غسيمه للمتقاعدين، هذا خبر نزفه لهم ان شاء الله يرى النور يعني غريبا. طبعا يعني شخصيات اقتصاديه وقدمتها للجهات المسؤوله. هذا يعني لا علاقه بالتامينات ولا لا؟ بالتامينات هم المتقاعدين. المتقاعدين لا مو علاقه بالتامينات، المتقاعدين. اي يعني من اللي بيصرف لهم؟ من اللي بيعطيهم يعني؟ هو يقصد التامينات. دولة أراضي من الدولة. أدري عن طريق التأمينات قاعد يقول لا مو عن طريق التأمينات. خلني أقطع حبل أفكارك. أنا طالما أنت ذكرت المتقاعدين هذه إيه؟ لك أنت وكمل عليه. تفضل. اليوم أيضا النائب صالح المطيري صرح إيه؟ له تصريح يقول طلبنا اليوم عقد جلسة خاصة الخميس 27 يناير لمناقشة توزيع أرباح التأمينات ووضع حلول للصعوبات الحياتية التي يعاني منها المتقاعدون. تفضل. أشكرك مفيد، تسلم. هذه يعني مقترح إن شاء الله يرى النور، ويعني نزفه يعني الأخوان المتقاعدين. هذا شغلة. الشغلة الثانية أبو حسين، موضوع الحقيقة الجواخير ولا المزارع واللي صار، واللي يعني كانت نية الدولة أنها توفر الأمن الغذائي، ولكن الحقيقة واضح أن الخطة بالنسبة لتوزيع الجواخير أو المزارع فشلت. ليش؟ لأن يعني يمكن نصها إذا ما قلنا ثلاثة أرباعها ليس الغرض المخصص لها،
يعني عشان لا نتجنى على الشيء. وبالتالي أشوف أن الحل الحقيقي أن تكون هناك أراضي زراعية وتربية الحلال تابعة للدولة مباشرة هي اللي تشرف عليها، طيب. بحيث أن توفر الأمن الغذائي وتكون أن تصب يعني مثل ما تقول أن يعني يكون موازي لعمل الجواخير، وهذا استشراف المستقبل يكون أمن غذائي فعلا، لأن تمكين الأفراد من الأمن الغذائي الزراعي والحيواني بأرخص الأسعار ويكون ذات جودة ويعني يكون صحي أكل. طيب اسمح لي أخالفك في هذه النقطة، تفضل بعد الإذن يعني طبعا أخذ راحتك طال عمرك طول العمر. الخطط اللي سويتها عليك باذن الله باختصار ما نبي يصير جدال، لا لا مو جدال، لا بنسمع هي فكر الخطط اللي سوتها الدوله بالنسبه للامن الغذائي ولا غيره، هي ما فشلت، هي افشلت عمدا. وبالتالي اذا احنا ما عالجنا او عاقبنا او ضمننا عدم التدخل زين، معناته كل مشروع وكل ترتيب راح يفشل. افشلت من 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 الكل. يجي واحد، انا طبعا المسؤول هو اللي يتحمل المسؤوليه، لانه يجي واحد مثلا خلنا ترضيات سياسيه من السياسة، اي شيء في فشل ترضيات سياسيه، خلنا نقول جزء منه. بس خلنا اقول لك شغله، في مسائل فيها حرمنه، ليش ما تعاقب؟ صح. يعني احنا اليوم المزارع واحد ياخذ له 200 مزرعه يا جماعه، ما حد يقول له وينك؟ هذه ما هي جريمه قانونيه؟ جريمه قانونيه، قدمت للنيابه العامه، قدمت لهيئه الفساد، قدمت الى كذا، والحقيقه هيئه الفساد ما زالت تتحقق، يعني ما راح نقولها. لكن مسائل اليوم تقوم ب يعني توصل الى درجه الاجرام في المشاريع الوطنيه، في المشاريع اللي تهم البلد. بس انت وصلت النقطه هذه جدا مهمه علي. هناك احكام صدرت بسحب بعض المزارع او بعض ولم تنفذ، هل هذا الكلام حقيقي؟ نعم حقيقي، صدر حكم تم توزيع بالقرعة، توزيع 350 مزرعة، تدري شلون وزعوها؟ المتقدم حوالي 2000 واحد، الفازة اللي حاطينها قدام الجمهور وعلى المسرح طبعا شفافية ها، فحاطين لك بالفازة 350 اسم زين، مو 7000 ولا 2000 اللي موجودين، ووزعوا فلان فلان مبروك، فلان فلان مبروك، خلصوا 350 اسم. فقام واحد ملاحظته زينه قال تعال لحظه وين اسامينا؟ انتم مو حاطين اسامينا بالفازه. يعني خلصوا ال 300 وخلصوا الاسامي اللي بالفازه. خلاص هم حاطين ال 300 اللي يبونهم اللي يبون يوزعون على عدد المزارع اللي موجوده وحاطينهم يسحبونهم يعني. زين؟ يعني حتى طريقه اللف بالضبط وصارت وطبعا نشرت في الاعلام في وقتها، وقاموا الموظفين شالوا اغراضهم وانحاشوا داخل الى اخره. راحوا رفعوا فيهم دعوه وبالتمييز ايدت محكمه التمييز سحب كافه الغاء القرعه. حلو. وسحب كافه القسايم، يفترض انك انت تروح تسحب القسيمه خلاص، ما في قسيمه صحيح تعتبر. صحيح. ليه اليوم القسائم طيب. مستقله طيب لليوم. طيب خل شوي يعني استاذ مطر، احد المشاهدين يقول السلام عليكم، هل المستلمين للاعلاف على قيد الحياه ام متوفين، وهل تتم متابعه ذلك من قبل الهيئه؟ لا لا، شنو ما حد يتابعهم، في منهم متوفين؟ تلقى متوفي ياخذ بطاقته يوديها ولا يدري كان متوفي ولا لا، عادي كذي. إيه؟ طبعا تزوير هذا، روح مر عليهم شوف. اذا يعني انت تعتقد اليوم هل فعلا لوجودكم وتنظيم عملكم راح يامن الوضع الغذائي في الكويت؟ مفيد يعني البعض يعتقد ان احنا نعتمد على برا، يعني مهما سوينا هني ما راح يفيد بالامن الغذائي بشيء. هل انتم فعلا موضوع يعني موضوعكم لو تم تنظيمه بشكل جيد ومعالجه الاخطاء اللي فيه راح تشكلون امن غذائي حقيقي للبلد؟ نعم. شلون يعني اسعار راح تنزل؟ اذا رسمنا راح يكون اللي صار عندنا كورونا مثلا وسنتين مسكره الديره، اذا رسمنا خطه صحيحه ومشينا عليها موجب الضوابط والقوانين نصدر برا. الله، نصدر برا. صدر برا ليش؟ اقول لك انا صدر برا، انت روح اطلب كشف الشهادات منه شهر، هل هذه الاغنام موجوده عندنا بالديره؟ اطلب الكشف مال تطعيمات. شلون ما فهمت؟ انا فهمت بس عندنا وين يودونها؟ وين يودونها قصد؟ اطلب انت يا المسؤول. اي هل هذه الاغنام توجد بالكويت عندنا؟ الله، مو موجوده. انت استاذ قلت لي تواصلت، قلت لنا تواصلت مع الوزير السابق. نعم. وتواصلت مع الوزير الحالي. الحالي. هل أوصلت لهذا الكلام؟ كل شيء واصل له وهو عارف كل شيء. ما يصير وساكتين؟ لا لا، توه قاضب.
واللي قبله؟ اللي قبل يدز لي بس أمورك طيبة وأنا قسمت. وصلني 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 ماكو شيء. ماك فايدة. ناس متوفين. بأمانة تعتقد وين وين يعني؟ هل الوزير يملك الحل ولا وين؟ إيه الوزير يملك الحل. لا لا يعني الحين يملك الحل يمكن قانونيا ودستوريا صح. إذا الله وفقه بالبطانة الصالحة. لا لا ولا البطانة الصالحة. هل الوزير يملك أن ينفذ القرار اللي يعتقد أنه هو الحل؟ نعم. ولا تعتقد في ناس فوق الوزير؟ لا 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 يقدر الوزير ينفذ. إذا المشكلة في الوزير يعني هو. ليش أقول لك إياه؟ أنا ما أروح بعيد أيام الوزير السابق محمد الجبري، كان 3 سنين ما طاح الدعم ماشي، كان يعطيك شهرين شهرين بعيد مريح المربي. يا سلام. من الراح علما أنه كان يلاقي انتقادات. من راح ما شفنا هالعادة هذه انقضيت، لأن المسؤولية ما يواجهون المواطنين. يعني حمد الجبري كان متفاعل وياكم بشكل جيد مريحكم. أقول لك المربي مرتاح، بس قيل أنه في وقته يعني هم صارت فوضى بالتوزيعات والأمور هذه. أنا ما لي شغل بالفوضى اللي يقولون عنها، أنا علي بالمربي. أيوة. حاجته ماخذها، ما في شكوى ما في انتقاد. أما من راح محمد الجبري إن جانا الوزير السابق الشايق ماكو شيء، متأملين بالوزير الحالي الدكتور علي. يعني أنا متواصل وياه وجميع شكوانا توصل له دايرك، وتوه قاضب نعطيه مجال يشتغل. هذا الموضوع اللي طرام ساعة عبد الله أتوقع، قدمنا للديوان الأميري من خلال وزير الديوان الشيخ محمد المبارك مشروع المزارع الصغرى 120 متر، 120,000 مزرعة شمال الكويت المتقاعدين 10,000 متر، يجدد بها المتقاعد حياته ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي للكويت. والله فكرة حلوة وممتازة ورائعة يعني على كل أصعدة، بشرط أن تطبق بشكل صحيح لا يتم استخدامها نفس ما صحيح. هذه الفكرة أيام الحساوي كان يقولونها نسمعها ولا تطبق شيء. ما يخص الأمن الغذائي هذا ذكرناه، يعني أغلب المداخلات ذكرناها. أعتقد بأن المواطن الكويتي بحاجة إلى هيئة تقوم بنقل همومه إلى الحكومة، لأن مجلس الأمة مشغول في كيفية الإشارة لبعض القضايا التي توصل العضو إلى المجلس. فالمواطن قبل الحيوان، وأنا آسف في التشبيه لأني كمواطن. هذه من باب يعني فعلا في أحد المرات نشط هاشتاج بالتويتر اشمعنا البقر، فكان المواطن 500 دينار على البقرة، لا الأراضي أو شيء، أعطوهم أراضي كبيرة كدعم. قال لك إيش حقه تعطيهم أراضي إحنا المواطنين ما تعطونا أراضي هالكبر، فإيش حقه تعطي الحيوانات أراضي هالكثر؟ وبالتالي أنا أعتقد يعني نفس السبب الأساسي اللي انطلقنا منه، أن هي مشكلة تترضيات سياسية. لا حق بقرة، إحنا عندنا كم بقرة عندنا بالكويت؟ لا بالعكس. أسألك سؤال يعني يكرم السامع وهذا، ولا ليش ما عندنا حمير بالكويت؟ حمير حقيقية. هذا يتوجه السؤال حق الهيئة. لأن أنا شوف مرة عندي مزرعة على قد الحال صغيرة بالعبدلي، فكنت أدور يا أخي عانيت أبي حمار، ماكو حمار بالديرة. هذا كلام معقول؟ أنت تدري عقب الغزو كم صار سعر الحمار؟ كم؟ وصل 800,000. الله الله الله. والله غالي الحمار. وصار تجارة. والحين عملة نادرة. يعني هذا عزيزي المشاهد، الحمار بالكويت غالي جدا وعملة نادرة يعني، بس فعلا ماكو حمير بالكويت؟ والله ما شفت. ما تشوفون بال؟ والله ما شفت. صح يعني فعلا. لا 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 فعلا فعلا هو قليل جدا، لأن سبحان الله الحين اليوم المزارع قبل كانت تعتمد على الحمار، الحين قامت كلها تقنيات فانتهى دوره. ورعي أغنام، ما في رعي أغنام الآن، قليل ونادر جدا، وما قاموا أيضا يستخدمون هذا الحيوان، فبالتالي أصبحت العملية كلها. ليش نخجل نقول يعني؟ حتى أنا قلت يكرم السامع، ليش يكرم السامع؟ الحمار مو شيء مخلوق من الله سبحانه وتعالى، وحيوان مسخر لخدمة الإنسان. أي فعلا. بس والله أنا تشوف، أنا يعني كنت شاك في الموضوع وأكد الحين فعلا ما تشوف حمير بالكويت. لا لا ما في. هو وأنا قاعد سعيت وحاولت لدرجة أن مرة يعني واحد حصلت عند واحد حطيت له وسطات. حطيت له وسطات ما رضى يبيعه.
فيا جماعه اللي عنده حمار يقول لي. طيب شنو يعني في ملفات خاصه بالامن الغذائي واتحادكم ما ناقشناها ما تطرقنا لها تعتقد؟ احنا نتمنى من هيئه الزراعه انها تصف ويا المربي يا اخي. انت من تدعمه بالاعلاف؟ تدعمه بالحشائش الخضراء هذه او تفتح له انه يصدر ويجيب من بري؟ يعني انت يصير عندك اكتفاء ذاتي. اما انت محتكر وما في مسؤول يواجهه. مشكلة ان هذا الحين حاليا ما طيب يعني انا قبل كم يوم للاسف سمعت لي حشوه ورديت عليهم يعني ما خليتها بقلبي يعني. حتى انا كنت قاعد في مكتب الوزير في مرور مدير عام الهيئه ويا رئيس مجلس الاداره وياهم مدير، سمعته يقول هذا شم قاعدك اليوم عندنا هني؟ رديت عليهم يعني انا قاعد ترى في خدمه المربي مو خدمتك. هذا منو اللي يقول كذي؟ هذا مدير عام الهيئه. يا سلام. وكنت انا قاعد في مكتب الوزير وبلغت فيها معالي الوزير بالكلمه اللي قالها، لان هذه لا انت قاعدك هنا روح افتر بمزارة طالع. هذا كلمته لي وكان رئيس مجلس اداره موجود، حتى قلت له ترى سمعت الكلمه اللي قالها وطلعت كلمتك انا فيها. يعني هذه كلمه ما تليق كوني انا عضو بالاتحاد جاي اخفف الضغط عليك بالهيئه. المفروض انت تدق علي تقول لي تعال يعني شنو همومكم شنو؟ لا 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 ما ينظرون هالنظره هذه، نظرتهم ان انت والمربي واحد. احد الخوات تقول بالنسبه لتوزيع المزارع على المتقاعدين هل سيكون للنساء نصيب منها؟ والله مساكين هالنساء يعني المفروض كل شيء حق الرجل موضوع، ليش يحاسون متقاعد متقاعد اللي قلناه بس انت شو وديش مزرعه اخر الدنيا يعني هذه حق الريايل بس نبيها. شو اسمه اعتقد الموضوع للحين مو اساسي يعني لا تستنسون وايد، مجرد كلام اعتقد الله اعلم ما ادري. ان شاء الله ان شاء الله يصير. انا بس عندي سؤال ضيفنا الكريم، أنت قلت سنوات اللي استلم فيها وزير سابق الجبري كانت سنوات مدلعكم عدل؟ طيب خلال السنوات اللي استلم فيها الجبري تقريبا سنتين أو ثلاث؟ ثلاث سنوات تقريباً. ما شفنا نتيجة؟ ما شفنا منكم مردود؟ شنو المردود؟ إيه؟ المردود أنا قام أقول لك وفر الدعم. لا أنت شو وفرت لي؟ أنا كمواطن شنو وفرت لنا؟ أنا همي المربي مو يوفر لي. لا يقصد هل الأسعار نزلت مثلا؟ نزلت أسعار وصلت 60 65 وين 60؟ بلي وين 60؟ والله 60 و 65 هذا في يوم من الأيام. طول لا 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 أنا موجود وبشفت ومتابع جيد لهم، ترى نزل لي 65 و 60. نعم لا وكان بينزل سعر العلف بعد، كان بيخلي دينارين و 400. حلو احنا انتهى وقتنا الحين هالأيام. شلون قاعدة بشفت؟ زينة البراد وهذا زينة زحمة؟ بس ليتهم يخلون نص ترفيه ونص انتاجي. اي أيوة والله يعني هذه يخففون من الغقيات بس خلي يخففون الشارع هذا للحين خربان؟ تكلمنا عنه ما صلحوه. ها والله امر غريب يعني، هذا شنو يبي هذا بيومين يسوونه؟ عموما تشكر منك استاذ مطر واتمنى تحل مشاكلكم، لان مشاكلكم فعلا مرتبطه يعني تحل وراها مشاكل وايد اعتقد. شكرا لك اعزائي المشاهدين، كذلك شكرا منكم، شكرا لكم سعد استاذ ناصر. عبد الله جاهز؟ اخبار حلوه اليوم ولا؟ ان شاء الله اخبار حلوه مثلك يعني. تسلم يعطيك العافيه. شكرا لك مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيك.